حنا كنتواجدوا اليوم الثاني في المكان اللي شب فيه الحريق يوم امس بغابة بابا زهر فرع بني سراج. فالمجهودات هي متواصلة حاليا من اجل تطويق الحريق، لهذا تم تعبئة ازيد من 500 عنصر من قوات المساعدة، الوقاية المدنية، عناصر المياه والغابات، الدرك الملكي، القوات المسلحة الملكية، السلطة الاقليمية، السلطة المحلية، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالساكنة المحلية. وعن المساحة المحروقة فهي تقدر حاليا ب 550 هكتار. لأن رغم هذه الخسائر فالحمد لله أنه ما عرفناش خسائر في الأرواح البشرية، وذلك بتضافر الجهود لجميع المتدخلين، حيث تم إجلاء أزيد من 450 عائلة، وتم تسخير جميع الوسائل من أجل هذا الإجلاء. التدخلات الأرضية تم تعزيزها بتدخلات جوية عن طريق استعمال طائرتين من نوع كنادر اللي اشتغلت يوم أمس وكذلك هذا اليوم، ذلك منذ صبيحة اليوم. والمجهودات هي متواصلة من أجل تطويق هذا الحريق. عن الأسباب التي علاش لم يتم تطويق هذا الحريق فهي ترجع بالأساس إلى صعوبة التضاريس ديال المنطقة، ارتفاع الحرارة اللي تجاوزت 45 درجة، هبوب رياح متقلبة الاتجاهات بشكل لحظي وآني. حقيقة القلب ديالنا حرقنا، لأن هذا منتجع سياحي اللي كيمثل المدينه وكيشرف المدينه، خصنا نحافظوا عليه باي طريقه. كنطالب وكنناشد هاد الناس اللي كيجلسوا في القهاوي ولا في الفضاء الازرق ولا هادي، حاولوا يديروا هي مبادره ويجيو يشوفوا هكا كما كتعجبوا السياحه. هنايا الجباليه كيسميتو خصو يجي يد المساعده، الغابه تستغيث خص كيسميتو يقدموا المساعده، واخا هي بالكلام مزيان لهاد الناس الساكنه يرجعوا المعنويات ديالهم مساكن، اي واخا بالماء ولا المهم باي حاجه بسيطه كيسميتو كتزاد كتسجل عليهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا كتسجل عليهم عند المجتمع. ومن هذا المنبر هذا الانسان نحافظوا، نحاولوا الانسان يدير الاحتياطات ديالو اللازمه، وهاد الناس ديال الفاعلين الجمعوي يحاولوا يديروا كيسميتو يديروا واحد الحملة التوعية على حسب هاد الأسباب الحريق. واخا حتى في الدار ديالو خصو يتجنب هاد المسائل، هذا راه كارثة. راه كاين الناس اللي خوات الديور ديالها مساكن، كاين اللي تحرقوا لهم الديور، ولكن الحمد لله حتى شي حالة ما وقعت شي حريق ولا شي حاجة، ولله الحمد. ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصة.